بالنسبه للجيل اللي كيتباع في الاسواق، لان احنا ما كنعرفوش المصدر ديالو منين، ما كنعرفوش المصادر ديال هذا الجيل اللي كاينين في الاسواق. حنا كنلتجئوا للمواد الطبيعيه دائما، كناخذوا جيل طبيعي اللي هو كناخذوا نص كاس ديال زريعه الكتان ونطيبوه في كاس ديال الماء ونصفيوه، هذيك الماده الهلاميه اللي كنصفيوها كنضيفوا معها ثلاثه المعالق ديال زيت الكوك. هذا جيل طبيعي يديروه البنات والولاد للشعر ديالهم بدون تخوف، وكيعطي نتيجه فعاله حتى في المشكل اللي عنده التساقط ديال الشعر ما كيبقاش.